اهلا وسهلا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم مش نحضروا مع بعضنا حويجه بارده، دنيا سخنت هكا، ماذا بينا على حويجه تبردنا تنعوشنا. مش حضروا كويسين موكا بطريقه سهله وبسيطه، شوكولا على كريم شانتيه على فازيت، حاجة روعة. يلا تابعوني نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير غصتنا إن شاء الله لليوم. أول حاجة باش نبدأ بها باش ناخذوا ساشي كريم شانتي، باش ناخذوا مش باش ناخذوه كل، باش نخليو منه مغرفة كبيرة باش نستعملوهم بعد تشوفوا. دونك أول حاجة باش نحضروا الكريم شانتي اللي باش نزينوا بها من الفوق. يعني الناس الكل تعرفوا كيفاش تحضروا كريم شانتي. ناخذوا ساشي ذيك الحاضر فيه سكر وأمور مريقلة، ونزيدوا عليه هنا خديت خاطرو نقص مغرفة منه، دونك باش نزيد شطر كاس حليب. هو نورمالمون ساشي عليه كاس حليب، دونك باش ناخذو شطر باش يجينا زادا هكا كونسونطخي والكل. فوالا نركضوها لين يتماسك بالطريقة اللي تشوفو فيها بالضبط، حطوها في الفريجيدير ونرجعو باش نكملو بقية المكونات. باش ناخذو توا باقي الكريم شانتي المغرفه الكبيره، باش ناخذوا عليها مغرفه كبيره اخرى قهوه سريعه الذوبان والنسكافيه، عليها مغرفتين كاكاو سون سكر المر هذاك، اذا بينا ناخذوا كاليتي باهي خاطر باش ما يتعامش هكا في الحليب. وباش ناخذوا عليه مغرفه كبيره من الشوكولا تارتين. دونك انا خديت بديل النوتيلا بيسك احنا مقاطعين النوتيلا، دونك تنجموا تاخذوا الشوكولاته اللي تحبوا عليها، كيما تنجموا تستغنوا على ليتاب هذي ميرا يتبنن على الاخر المشروب نتاعكم. باش نزيدوا عليها الثلج بطبيعه، ولهنا مش ناخذوا مقدار زوز كيسين حليب يكون بارد، كل شيء في البارد. ناخذوا توا الباتور ولا كان عندكم الميكسور، في الميكسور اسهل الحقيقه. أنا بخلت باش نجبدوا الكل، دونك عملت بالكيس هذاك بالدوزور وبالباتور. فوالا تقعدوا تركضوه مليح 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 تتجانس الدنيا الكل مع بعضها، خاطر كما تعرفوا الكاكاو والقهوه والكل مع حليب بارد، دونك يلزمكم تركضوا مليح مليح باش تتجانس الدنيا الكل مع بعضها، وباش هاك المغرفه بتاع الكريم شانتيه هكا تتخدم في الحليب. توا ما بقالنا كان باش نزينوا الكيسان نتاعنا، ناخذوا كويسات هكا مزيانين تحبوهم نتوما، نزينوهم بالشوكولا. لهنا عندي شوكولا ولي ذوبتها بالمغرفه، ما تستعملوش لا بوش لا حتى شيء، اسهل حاجات باش نعطيكم بالمغرفه. تزينوا هكا الكيسين نتاعكم وتجبدوهم هكا كيما تشوفوا بالطريقه اللي عملتها انا، باش كي تصبوا هكا الحليب تقعد لكم الزينه موجوده. فوالا ما فماش ما اسهل من هكا، وبنين بنين بنين هكا وبارد يعمل 66 كيف. توا باش ناخذ باقي الشوكولاته نغطسو فيها هكا الكيس من فوق، وعندي الجراندور هذاك تاك نزينو بيه هكا هو هو للزينه لا اكثر اقل. معناها مرحله ذوم الكل تنجمو تستغنيو عليهم وتصبو هكا كيسين الموكا وتشربو بالشفا والهنا، مي جوست هكا للزينه فقط. فوالا دونك زينا الكيسين نتاعنا، ما بقالنا توا كان باش نصبو فيهم الخليط اللي حضرناه كيما تشوفوا كونسنتري شويه يعمل 66 كيف. الاسانسيل انكم تركضوه مليح 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 باش يتجانس الكل بالقدا بالقدا. توا باش نحطوا اكل كريم شانتي بعد ما خليناها بردت بالقدا هكا في البوش، تعطي اضافه ياسر بنينه للمشروب نتاعنا. قعدت كل مره نزيد شويه، فوالا توا اللي بقى معاك الشوكولا اللي ذوبناه بالمغرفه كيف كيف هكا، وباش نزينو بيه من فوق. ما فماش ما اسهل من هكا، ناخذوا السيجاره هذوما شوكولا كيف كيف نحطوهم كيما بناخذوهم من برا بالضبط هكا، وابن وخير وانظف يعمل 66 كيف. فوالا هكا نكونوا كملنا غصتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا عجبتكم، جربوها راي روعه. ما تنساوش كالعاده لايك على الفيديو، ابوني عشان يوتيوب، نستنى لي كومونتير نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل، وصحه وبشفاء.